وانا سعيد انكم موجودين معايا، لعيبه محترمه، لعيبه جيده، ان شاء الله يبقى لكم مستقبل كبير. نبتدي مع يوسف عفيف. يوسف، عرف بقى الجمهور النادي الاهلي مكانك ومركزك في الملعب. والله يا كابتن انا بلعب في كذا مركز، بالذات في الحته الهجوميه بلعب مركز 10، بلعب نص الملعب، بلعب وينج ليفت وينج رايت، يعني الحته الهجوميه دايما انا شغال فيها. كابتن علاء بيوظفني في كذا حته قدام. طب المكان اللي انت بتحبه اكتر وبتجيد فيه بشكل اكبر؟ يمكن اكتر مركزين بجيت فيهم هو المركز العشرة تحت المهاجم ومركز الهاف شمال. يمكن السنه دي اكتر مباريات لعبتها كان هاف شمال، الحمد لله يعني بستفاد من الحته دي اللي بتخليني اقرب قدام الجون. الحمد لله انا اهداف فرقه بسبع اهداف، فالحمد لله دي بتفرق معايا. بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ لا بقى لي بتاع 11 12 سنه يعني، الحمد لله كابتن الفريق، فبقى لي كتير قوي في النادي الاهلي. مع يوسف جمال برضه؟ مع يوسف جمال. تمام ما شاء الله. سيف ايمن واحد برضه من اللاعبين المميزين، وانا بقدمك يا سيف بقول واحد من الجواكر بتاعت الفرقه. السنه دي لعبت باك رايت صح؟ لعبت وينج رايت، لعبت وينج ليفت، لعبت باك ليفت، لعبت مهاجم ولعبت صانع. والمهاجم ما شاء الله تبقى حاجه مميزه لما اللعيب بيجيد في كذا مكان. كده كابتن انا في بدايه السنه دي كنت بادئ باك رايت في بدايه السنه، لعبت كذا ماتش، لعبت تقريبا اول خمس ست ماتشات باك رايت، في اولهم برده كان ماتش الاتحاد السكندري في هناك. الاتحاد السكندري فرقه قويه. كان ماتش صعب جدا، خلص 1-1 بس. كان ماتش صعب جدا، وخلصنا خمس ماتشات ست ماتشات دول، ودخلت بقى العب بقى هاف ليفت، ولعبت مهاجم، ولعبت هاف رايت، ولعبت صانع، ولعبت في كذا حته يعني. لكن المكان اللي انت دايما بتحبه زي ما يوسف عفيف قال لي بيحب يلعب 10، انت المكان اللي بتحب تلعب فيه؟ هو اكيد المركز الاساسي بتاعي هو الهاف ليفت اللي هو رقم 7، وبرده بحب العب هاف رايت وهاف ليفت الاثنين، في الناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه، وبرده رقم 10 برده بحب استلم والعب كوره كتير يعني وكده. كتير يعني. الماتش الصعب، وانت بقى بتتكلم بتقول لي على ماتش الاتحاد، الماتش الصعب اللي كنتوا مركزين فيه السنه دي، طبعا كل المباريات بيبقى فيها تركيز في مشوار الدوري، لكن في مباراه انتوا كلاعيبه لازم تتكلموا مع بعض فيها. كان في ماتش مهم جدا في تشامبي هناك. الماتش دوت كان امبي ساعتها الاول واحنا كنا الثاني. الماتش دوت كنا احنا لو كنا كسبنا كنا احنا هنبقى اول، هم هيبقى يعني هنوقعهم يعني. والحمد لله كسبنا وجبت الجون الاولاني، والحمد لله خدنا يعني 3 بونت في الماتش دوت وكسبنا الحمد لله. سجلت انت في المباراه دي ويوسف عفيف سجل الهدف الثاني صح؟ تمام. نروح لواحد برضو من نجوم الفريق، فارس خالد. لا انا عايزك بقى تكون معايا حضرتك وتعلى بصوتك كده في معايا زي ما كنت شغال في الدوري. مركزك ايه يا فارس؟ انا بلعب 6 و8 و10 بس بفضل 8 اكتر يعني. 8 ده زي عمرو السولية يعني. بالظبط. في وسط الملعب مهاجم اكتر. بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقى لي 11 12 سنه برضه. تمام. كام؟ 11 12 ما شاء الله، انت من براعم النادي الاهلي. طب قول لي بقى كابتن علاء عبده وهو بيكلمك، ابرز التعليمات دايما اللي بياكد لك عليها كابتن علاء؟ هو طبعا ان احنا اصلا متربيين في النادي الاهلي، فاحنا كان عندنا الاساسيات. فكابتن علاء طبعا اشتغلت مع عدد كبير من المدربين طبعا كلهم على مستوى عالي جدا. فكابتن علاء دايما هو كابتن محمد صلاح كان بيركزوا معانا كتير قوي في التفاصيل. خصوصا بتاعت مراكزنا، كان دايما بيجيب مجموعه لعيبه نص الملعب تشتغل لوحدها، اشتغل تخصصي مع كل مجموعه في الاماكن بتاعتها. فكان بيركز معايا انا بالذات دايما في ان انا ريتمي بقى اسرع في اللعب. الاسكان طبعا عشان بيفيدنا كتير قوي في الملعب. كان بيركز معانا في تفاصيل صغيره من الحاجات دي. بتبقى سعيد لما المدرب يجي يقول لك في ناقصك كذا فاشتغل عليه؟ طبعا ساعات كتير بروح اتكلم معاه كمان في الحاجات اللي ناقصاني انا، وهو بيفيدني طبعا. حلو قوي. نروح لواحد برده من هداف الفريق، سجل في الزمالك رايح جاي، محمد عبد الله. قول لي بقى ايه الاهداف الحلوه اللي انت حسمت بيها لاول مباراه الزمالك اللي كانت في مدينه نصر 1-0. سجلت انت وسجلت في المباراه اللي فزنا فيها في 100 عقبه 2-1. تبقى مباريات او بطوله خاصه؟ اكيد مباراه الاهلي والزمالك قمه، واحنا بننزل اصلا ان احنا نازلين ناخد التلاته بونت ونازلين ان احنا نكسب وعادي. لا ما انت هل الزمالك بيبقى استعدادها زي اي فرقه؟ لا لا لا. ولا ليها تركيز خاص؟ ليها تركيز خاص طبعا. طيب يعني برضو المباراه الصعبه ايه غير الزمالك؟ سيف قال لي مباراه انبي، قال لي دي كانت مباراه حاسمه وهم متقدمين علينا في الجدول وكنا عايزين نكسب علشان نعديهم. اكيد في مباراه ثانيه برضو كانت فيها تركيز كبير وفيها حرص منهم. الاتحاد برضو. الاتحاد كان ماتش جامد هناك. لفرقه الاتحاد فرقه محترمه. محترمه قوي. وكان هنا برضو ماتش الاتحاد برضو في مدينه نصر. كسبنا برضو وعملنا مجهود جامد وكنا كويسين في اليوم. مخرجنا بص دكتور على طول معاك وجايب اهداف مباراه الاهلي وانبي موجوده معانا دلوقتي على طول. ده هنا ده عندنا في مدينه نصر. دي كانت في مدينه نصر. سنة 3-0. قول لي بقى عبد الله شعورك وانت حاسمين البطوله قبلها بسبع اسابيع؟ ده حاجه طبيعيه على النادي الاهلي. احنا اصلا معدين نفسنا ان احنا من اول الموسم معدين نفسنا ان احنا ناخد البطوله. نعمل حاجه واو.
الحمد لله يعني. تمام. قول لي بقى يوسف طموحاتك مع النادي الاهلي. طموحاتي يا كابتن يعني دايما ما تنتهيش مع النادي الاهلي، يعني دايما سواء تصعد مع الفريق الاكبر مني 2003 او 2001 وطبعا الهدف رقم واحد هو تصعد مع الفريق الاول، يعني قطاع الناشئين شغال عشان يطلع لعيبه كويسه في الاول طبعا. طبعا بالنسبه لبطولات الدوري ده الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، يعني ان احنا نحسم الدوري قبل ما ينتهي بسبع جولات، طبعا دي حاجه ما حصلتش في قطاع الناشئين قبل كده، لكن الحمد لله احنا بنكتب تاريخ في قطاع الناشئين، وهدفنا الاول والرئيسي هو طلوع الفريق الاول. سيف سريعا كده كابتن طموحات. زي ما في قال طبعا الفريق الاول ده اهم حاجه لاي لعيب بيلعب في الناشئين عامه، وده هدف طبعا يعني انا بحلم بيه عامه من صغري، يعني ان انا اطلع فريق اول ان شاء الله والعب وابقى ليا دور مع الفريق الاول ان شاء الله. تمام. فارس برضو طموحاتك مع النادي الاهلي. هو تكمله لكلام يوسف وسيف، احنا اصلا البطوله بتاعت قطاع الناشئين كان اتكلم معانا كابتن خالد وكابتن علاء في ان احنا مش ده الهدف الاساسي بالنسبه لنا، الهدف التطوير ان احنا نتطور معاهم عشان خاطر نفيد الفريق الاول في سنه او اتنين كمان، وهم بيشتغلوا معانا ان احنا نتصعب بدري كمان اكتر من كده. نفس الكلام برضو او نفس السؤال يا عبد الله. احنا نصعد فريق اول والحمد لله صعدنا 2003 كذا ناس، وان احنا نتطور اكتر وناخد التحامات بتاعت 2003 ونكون كويسين الحمد لله ان شاء الله. وانا بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، وقريبا كده نشوف كل فريق 2005 في الدرجه الاولى. بشكركم شكرا جزيلا.